حسب رأيك قديش العمر المناسب للفتاة باش تتزوج؟ العمر المناسب 70 سنة. قل لي علاش؟ علاش؟ على خاطر 70 سنة ما عنده ما يعمل في السوق، 70 باش يعيش نهارين ويموت. تحبوا صغير يعرس باش يمشي على روحه في هذه دولة متاع صغير يعرس. البنية التونسية والله العظيم والله العظيم مسكينة والله. يا أخويا أصبري وتو يجيك نهار وتعرسي. أصبري جوابي الأول والآخر. العمر المناسب للبنية باش تعرس فيه تكمل قرايتها، تكمل الهدف متاعها، وقتها يولي عمر مناسب. فهمت؟ مش بالعمار، هو مش بعشرين وخمسة وعشرين وتسعتاش وسبعتاش، لا لكلهم ناضجات، لكلهم ناضجات. إنما خليها تكمل قرايتها، خليها تكمل الهدف متاعها في حياتها، وبعد ما تكمل الهدف متاعها وهي نجحت، هي مستانسة بالنجاح، كل شيء باش تنجح فيه. الزواج في تونس هي متعدة لكنها زادة متغيرة وزادة مشوهة، خلينا نحكيه بكل صراحة. اللي توصل لعمرها وعمر الزواج وما تتزوج ثم علاش، وثم اللي زادة تتزوج من ناحية الفقر، ثم اللي تتزوج من ناحية معناها شبع غرائز، ثم اللي تتزوج معناها زادة من ناحية التحية. دونك شو عمر الفتاة للزواج هو كان ستابل ولا متغير حسب تغير المجتمع اللي نعيشوا فيه مع الأسف الشديد، لكن عنده العواقب نتاعه. 28 29 علاش؟ باش تكون هي كيما يقولوا كيفاه تبدا ستابل، فاهمه مش هكا متعتيش وكها. بالنسبه للفتاة التونسية العمر الجواز المناسب نتاعها تبدا من فترة الدراسة نتاعها كملت، هي تنجم وقتها تتجوز. بالنسبة توا حتى 30 و35 سنة وما زالوا مش متزوجين، على خاطر توا ولات الجواز ولا تجارة، ولا التجارة بالنسبة للرجل تنجم تعرس من هنا تتقلب عليه في أي وقت وكان تتقلب عليه. تكمل قرايتها وتعرس، إذا كان كملت قرايتها وتبدأ حاضرة معناها وفما ولد الحلال اللي هنيه تعرس في وقت اللي تكمل قرايتها، ومن بعد كان لقات ولا ما لقاتش خدمه تعرس تتهنى. كان زاد مازالت ما كملتش قرايتها انا ضد باش تعرس بكري وهي تقرا معناها. 35 سنه تبدا ناضجه وبعقلها وكامله، يعني امورها عقليه باهيه وعندها زاد خبره باش نجم تختار فيها الراجل المناسب باش نجم تكمل حياتها، باش من بعد تولي مسؤولية تنجم تواصل معها. قالت في العمر شنو هو؟ على مرحلتين، 17 16 سنة حلمة ولات، ومن بعد باش تعدي إلى فشل، تنجم تقول زواج فشل. مع 17 18 سنة ما شافت شيء، ما تعرفش، ما عندهاش حتى رؤية واضحة للزواج، يعني ما تنجمش تواصل. فما شكون يقول اللي البنية كي توصل لعمر 25 سنة تولي تدخل في مرحلة خلينا نقولوا العنوسة، أنت شنو رأيك؟ 25 سنة مازالت عنوسة، شنية أخي؟ كل حاجة تتطور بالوضع الوضعية اللي فيها اللي يعيش فيها، كل شيء مرتبط ببعضه معناها. ما أنا ما نمنش به، نمنش به. وهو قد سن النضج، قد ما تنضج قد ما تكون الزواج ناجح أكثر. ليه مش صحيح؟ سمحني مش صحيح. علاش 25 سنة؟ هي 25 سنة مازالت تقرأ، كيفاش باش تدخل؟ هي مازالت تقرأ، هي مازالت تلميذة وما تنجمش تتحمل المسؤوليه وتقرا، خاطر ما تنجمش توفق ما بين الدار وما بين الخدمه وبين رجلها. انا نشوف بصراحه كي تعرس في 30 سنه تبدا ناضجه وتتحمل مسؤوليه اولادها ومسؤوليه دارها وتحس بالمسؤوليه. والله لا، والله 30 و40 و45 والله تعرس، واللي باش ياخوهم في العمر هذايا بالله العظيم باش يتهنى، باش يتهنى، خاطر عملت عقل، خاطر فما عقل، عملت عقل وعرفت باش تدخل على عائله، باش تعمل عائله، مش باش تدخل باش تشيخ تمشي للبحر، لا باش تعمل عائله وباش تعمل اثنيه وباش تجيب صغير وينجح لها في الباك وواحد. هذيك تخمم وقت اللي تكبر تخمم، اما مازالت صغيره مسكينه ما تخمم. ليه؟ ما فما شكون يعرس، فما شكون تحب تعرس بعد 30 باش تكون حاضره لكل شيء، فهمتي؟ معناتها
مونتاليتي نتاع قبل اللي تحب البنية تعرس بكري، أما توا يلزمها تكمل قرايتها وتبدا تخدم وتكون حاضرة لكل شيء، معناتها ما تخليش روحها ناقصة باش تعرس باش تولي من بعد في ديون وفي مشاكل وفي معناتها في ماهيش حاضرة. ماهوش صحيح بالكل هذا مش صحيح بالكل وماهوش عنده حتى دخل. 25 سنة مازالت كي يعني شافت الدنيا، مازالت كي كبرت نضجت، مازال وقتها سي لو مومون. 25 سنة سي ريان دي تو، وقتاش العنوزة من 50-55 سنة ما فوق ويعني سي يعني كلو احنا ترى فات، أما لا مازالت عندها فرص كبيرة وتنجم تعمل عندها مقياس معين بين الرجل المناسب باش تنجم تكمل مع حياتها ولا، خاطر هذا يا تنجح يا تخسر بطبيعة الحال، والفشل هذا موجود في كامل العالم يعني. علاش خاطر 24 ساعة ليه هيجا نعرسوا واحد، مش حكاية، مش موضوع صحيح ومش مشروع يعني، مشروع يسمى فاشل. السؤال أنه ثم عمر للزواج؟ أنا نقول له ما ثماش عمر للزواج، نقول ثم مصلحة للزواج، ثم أسباب للزواج، ولكن هالمصلحة وهالأسباب هذه مع الأسف الشديد نتائجها وعواقبها معناها وخيمة مع الأسف الشديد. اليوم نشوفوا نسبة الطلاق في تونس، اليوم نشوفوا نسبة الجريمة في تونس، اليوم نشوفوا التفكك الأسري، نشوفوا الأطفال كيفاش ما ثماش توازن. هو سواء في أن العمر في النطاق المحدود ولا غير نطاق محدود، كذلك أنا ما نكذبش عليك، أني معرس وماخو امرأة وأكبر مني في العمر وحامد ربي وساترتني ويرحم والديها ويرحم والدين والديها. علاش؟ قلت لك راهي فما بلاد لصور وفما رجال لصور، علاش؟ باش نكذب عليك؟ الحمد لله يا ربي ليك الفضل، وناخذها بنت بلادي خير ما ناخذها أجنبي. تمشي معايا في السراء والذراء. ما نبعدوش أنا باش نقول لك لا، فما راهو فينا الباهي وفينا الخايب. شنو رأيك في الناس اللي تيح اختيارهم على البنات ما بين عمر 17 سنة و 20 سنة؟ غلط والله غلط. شنو هو غلط؟ شنو هو هاي طفله صغيره؟ والله غلط، والله في كل شيء لا يلقى روح. هاي اي حاجه يعملها ما يلقاش روح. يخو عمرها 17 ما تجيش حتى تكبر حتى تعمل اقل، مازالت السيسات في فمها. جيت اخوها توا باش تعمل دار، عليه تجني على روحك؟ ثم واحد يضرب روحه بكف مرتين وستة مرات، يضرب روحه بكف كي يغلط غلطة صغيرة. يا ليتني ما أما تحبوا ياخو بنت 17 باش يضرب روحه ببونية. ليه 17 و 20 سنة مازالت تقرأ، مازالت تتعلم، مازالت تقرأ حتى تكمل قرايتها الساعة. علاش إذا تكمل قرايتها قبل ما تعرس؟ وصلنا ثم بنات يعرسوا باش يطلقوا على النفقة وعلى مطامع وعلى إلى آخره. اليوم ثم شكون كبير وبفلوسه ياخذ بنت عائلة فقيرة يحطمها، عندها انعكاسات على المجتمع. حصلوا الموضوع هذا ولا متغير مع الأسف الشديد وماهوش صحيح. ليه؟ ماهوش ناجح، على خاطر اللي عرسوا صغار كلهم يطلقوا، مازلت خاطر ما خذتش غرضها في الحياة، مازلت ما تعرف حتى شيء، مازلت ما تتحملش المسؤولية كي الراجل كي المرأة. أي راجل يعرس أقل من 35 سنة ما ينجمش يستمر في حياته الزوجية، خاطر ما ينجمش يقوم بالأسرة، ما ينجمش يقوم بعائلته. والمرأة زاد البنية اللي تعرس أقل من 18 وأنت ماشي حتى 22 ما تنجمش تحمل المسؤولية، تقلق فيسع وتشوف روح المسؤولية كثرت عليها ويدخلوا في المشاكل ويطلقوا. في الاخر معناتها ما قالهم الطلاق. فما بنات يختاروا العزوبيه رغم اللي اعمارهم تتجاوز اكثر من 35 سنه وتقول لك هكا انا مرتاحه. انت شنو رايك باش تفسر الظاهره هذه علما انها ماشيه وتكبر؟ لا غلطه، هذه غلطه غلطه هكا خير. غلطه كي المراه اللي تسلم في راجلها في ولادها تقول لك هكا خير، فهمت؟ غلطين، فهمت؟ مراه ما تحبش الكلفه، والمرأة اللي ما تحبش الكلفة ما عليهاش عمدة. والله الأسباب هذيك يعلم ربي بها، هو كل حد وأسبابه، كل حد وعمره، كل حد ونهايته. مش أما ينجم يكون ظرف قاسي برشا، وتوا جينا في وقت ضيق، وقت خايب ياسر، فهمتني؟ الناس تعصرت عصران، وأنا نتحدى كل واحد باش يقول راهو كذا وكذا ولا هكا ولا عرس اي عمره كان، سواء في الرجل ولا في المراه، راهو تحكم فيه الماديات.
عنده فلوس يعرس، ما عندهش فلوس يقعد يتفرج. يمكن خاطر هي معناتها نقولوا ما نقولوش فاتها، معناتها نقولوا احنا فاتها وقت الزواج، على خاطر هي تنجم تعرس ما دام هي ما زالت ما وصلتش ل 40 سنه، السنه الياس نجم تعرس حتى في الكارونتون تنجم تجيب صغار. وما نعرفش انا نشوفها اللي هي فكره غالطه، نجم تعرس عندها حتى ال 40 سنه تعرس المراه عليه. بالكش اصحابها خذوا تجارب، خذات راجل وتعذبت في حياتها، معناتها خذات فكره خايبه على الراجل، تولي تستقر وحدها وتقول لك انا راني نخدم بداري بكرهبتي وبخدمتي عش نعمل بالراجل. يعني تقول انت تخاف من تجربه الزواج؟ تخاف من تجربة الزواج؟ تعرس أسباب يعني ممكن جات ظروف قبل، عملت علاقات يعني فاشلة ما لقاتش حلول، ولات عندها عقدة نفسية من رجل، يعني تشوف الظروف يعني الأوضاع اللي تشوف فيهم تولي تخاف يعني وكو. أما تنجم تواصل كي تلقى حاجة مناسبة تواصل، علاش لا؟ الحياة موجودة ورجال تونس موجودين، واللي يحبي تسهل قدامه الحياة يكمل يواصل. لكن 35 سنة مازالت يعني مازالت في بداية الحياة، مش ينبال فهم تبدأ عندها مدارك عقلية، عندها تنجم رؤية واضحة، تنجم تميز، ومن بعد حتى كيفاش تعمل استقرار زواج تكمل كونتينيو.